ممكن تفسر لي وتفسر للناس اللي بتتفرج علينا ايه كان في الفتره الاخيره من عمرك مع النادي الاهلي اسباب الاصابات الكتيره اللي حصلت؟ والله يا ابراهيم لما تيجي تبص الموضوع كده تلاقيه ليه كذا باب. اقول انا الاصابات مثلا بتاعتي هتبص لا في ناس كتيره جدا بتتصاب مجرد تواجدها في النادي الاهلي بيحصل اصابات كتيره جدا. مش عايز اجزم او اتكلم في نقطه النادي الاهلي بالذات او هقول مثلا اسباب الاصابات الكتيره لعيبه مصر معظمها ولاعيبه الاهلي بالاخص ارضيه الملعب. خلاص التاهيل البدني والتاهيل الطبي والاعداد البدني كل ده مرتبط تحت مسمى التاهيل الرياضي. يعني كل اللي بنتكلم فيه ده كان فيه حاجات غلط مع العلم يا ابراهيم. انا ساعات برضو كنت بحمل على نفسي كتير جدا ويمكن انت كنت بتشوف كنت فعلا وده اللي انا بنصح بيه دايما الاولاد دلوقتي لما اجي اتكلم معاهم بقول لهم انا محتاج ازود تدريب جرعه التدريب اللي ازودها ما يبقاش لوحدي ما تبقاش بدون علم. انا مشكلتي كانت في حاجه يا ابراهيم وكان لازم مدربين كبيره جدا لازم تفهم النقط دي لما اجي اتكلم مع لعيب كوره حتى مهما كان كبير اما اجي انصحه عن حاجه لازم انصحها له وافهمه دي اضرارها ايه ونفعها ايه. ما ينفعش ان انا اقول له حاجه واسكت ما ينفعش اقعد اعيب فيه مثلا. بس انت كنت تلعب في النادي الاهلي ماشي يا ابراهيم باجي اقول لك مثلا يعني هل انت تحديدا اللي انت الوحيد اللي كانت ارضيه الملعب بتصيبك وما بتصيبش بقيه اللاعبين؟ هل مدربين الاحمال كم اصابه لعيب لغايه دلوقتي؟ هل لا مش دلوقتي انا بتكلم في الفتره اللي انت كنت فيها والفتره بتاعتي الفتره دي 12 لعيب كانوا مصابين في الخلفيه في الفتره دي ده انا وابو تريكه وسيد معوض واحمد فتحي لا كله كتير جدا في الخلفيه بسبب ايه؟ خلفيه وضمات وكله كله بسبب ايه؟ اولا كنا حوالي 13 14 لعيب لو تفتكر انت بعدها خدنا الكونفدريشن كاب الكونفدراليه فاكر بطوله العالم للانديه في المغرب؟ ايوه كام لعيب اتصاب في الخلفيه والسمانه والضمه هناك؟ لما خسرنا في الادوار في بطوله العالم للانديه في حوالي اربع لعيبه جالهم عضلات منهم ابو تريكه وسيد معوض وانا في اول ماتش ودي هناك اول ما رحنا بتتاهلوا غلط ولا المدرسه الطبيه كانت غلط ولا الضغط الماتشات يعني احنا كان في ماتش ودي المفروض ما نلعبوش. طب ما ضغط الماتشات ده انتم ما كنتوش متاسسين. لا لا لا, لا دي عوامل كتير يا ابراهيم. بص انا مش عايز ارمي اللوم على حد في نفس لا الوقت لا وضح مش ده مش رمي لوم ده لا توضيح لا توضيح ما توضيح ده انا قلت لك ليه كذا باب. الباب الاولاني ممكن انا اكون بعمل لود على عضلاتي دي نمره واحد. نمره اتنين التشخيص المبدئي لتاهيلي عشان اقدر اوصل لمرحله اللعب مع التيم ما بيبقاش على 100% لا بيبقى وقت كافي لا مش وقت كافي طبعا